السيلف اندكشن المفروض منطقيا الشخص اللي دماغه شغاله هيفكر المره اللي فاتت هو مستر ليه شرح للميوتشوال الاول، لان هو المفروض اصلا الفاريشن ده هو بيحصل الكويل الفلكس بتاعه هو بيكبر او بيصغر بيعمل فاريشن في نفسه الاول اولى قبل ما يروح ياثر على التاني. طب هو ليه المنهج عكسين؟ المنهج عكسين عشان هو بيربط دايما مخك باول حاجه درستها. اول حاجه درستها انت كان عندك ماجنت بيقرب او بيبعد لكويل، فهو كان الماجنت هو البرايمري وتولد فولت فين؟ في الكويل اللي هو السكند، فقال لك خلاص اشيل الماجنت واحط سيركت بدلها، فقال لك دي ميوتشوال، هيحصل تغير في الاولاني ايا كان نوع التغير يتولد في التاني، فكانت منطقيه قريبه للايه؟ للماجنت. ده بقى هيبقى في نفسه لان هو الميوتشوال والسيلف يحصلوا مع بعض، فلازم تبقى دماغك حاضره ان هيحصل الاثنين مع بعض. تمام؟ ايه اصل الحكايه بقى عشان نشرح؟ لو عندك مثلا ادي ايرن كور، وادي الكويل، وادي باتري، وادي ريوستات، وكان هنا في كي. بص اللي قلناه المره اللي فاتت هو هو، بس هنقول على كام كويل؟ على واحد. هو هو هتقول مثلا انا جيت عملت كلوزنج، لو انا قفلت الكي، الكي كلوزد، ايه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل له ايه؟ هيبدا يمشي كارنت. طب الكارنت ده هو بيعمل جروينج، الفاي هتزيد، فبيحصل دلتا فاي بل، فالنتيجه باكورد. هو هو نفس الكلام بس المره دي في نفسه، باك انديوس دي ام اف باي سيلف اندكشن. مش فاهم. بص بقى الحكايه كلها ان انت الفلكس ده وهو بيعمل جروينج هنا اللي شبه البار ماجنت من شابتر 2، وهو بيعمل جروينج هنا بالبلدي كده هيقطع نفسه، يعني يقعد يخبط في الترنز بتاعته، هيحصل فاريشن جواه هو. فالفاريشن ده نفس فكره الانرشيا، لكل فعل رد فعل، فالكرنت ده عايز يعمل جروينج وعايز يمشي في اتجاه معين. فبقاعده لينز او حتى نيوتن او بالانرشيا ان دايما هيتولد حاجه تقاوم التغير، فدي هنسميها باك ولا فورورد؟ باكورد، لان التغير بالايه؟ كل حاجه بايه؟ بتزيد، فاي حاجه بتزيد بقاعده لينز لازم ايه؟ باكورد، يعني يقرب يصد او كان بيزيد يقلله، فهيتولد دي ام اف جواه باكورد لحظي لحظي، يعني في اللحظه اللي تقفل فيها الكي. طب بعد ما قفلت كي قال لك ده بيختفي خلاص. ليه بيختفي؟ لان الكرنت اصلا ايه؟ جاي من باتري، يعني دي سي. يعني ايه دي سي؟ يعني كونستنت ثابت. الفاريشن ده بيحصل في اللحظه اللي انت بتقفل فيها المفتاح بس، فبيتولد باك انديوز دي ام اف يقاوم زياده الكرنت. فايدته بس او مش فايدته، وظيفته هيعمل ديلي. ديلي يعني ايه؟ ياخر الكرنت انه يوصل ماكسيموم بس، لانه بيعمل يحاول ايه؟ بيقاومه. وبعدين الكرنت وصل ماكسيموم وخلاص خلص، ده بقى بكام؟ ده يبقى بزيرو. طب ايه تاني يعمل نفس الاداء بالظبط؟ الريوستات، الار فاريبل دي مالها؟ فالاي فالفاي فيحصل فالنتيجه باكورد. لو انت ماسك الريوستات وبدات تلعب بتقلل في الريوستات، وانت بتقلل في الريوستات بتزود الكرنت، وانت بتزود الكرنت الماجنتيك فلوكس هيقعد يزيد، فبيعمل فاريشن او لينكينج او كاتنج مع الكويل بتاعه اللي هو هيقطع نفسه، فهيتولد دي ام اف نوع ايه؟ باكورد، يقاوم التغير ده. طب ايه تاني؟ لو ما كانش في ايرن كور وانا عملت انسرتنج، انسرتنج ايرن كور، ده يؤدي ليه؟ ان الميو هتزيد، فالفاي هتزيد، فيحصل بالانكريز، فالنتيجه باكورد. شبه المره اللي فاتت بس في ايه بقى؟ في نفسه. المره اللي فاتت كان نفس الكلام بالظبط، بس هيحصل تغير في الاولاني يتولد في الثاني، ده هيحصل تغير في الاولاني اللي هو الاول هيتولد في نفسه برضه. وعلى فكره هو بيحصل ميوتشال بيحصل سيلف، يعني المره اللي فاتت بيقول لك بيحصل فاريشن في الاولاني، فالفلكس هو بيكبر هيعمل كاتنج للتاني. طب ما هو هيعمل كاتنج لنفسه برضه، يعني مع الميوتشوال لازم فيه لازم فيه سيلف اندكشن. كل اللي انت بتدرسه ده ظواهر تمهيديه عشان مخك يستوعب حاجه اسمها حس كهرومغناطيسي، الكترو ماجنتيك اندكشن،
عشان لما تبدا تدرس الكهرباء الدايمه دي اللي في حياتنا كلها اللي جايه بالاندكشن تبقى فاهم. يعني كل ده جاي من دينامو، والدينامو ده انا هدرسه المره الجايه بيولد اي سي كارنت جاي بالاندكشن، جاي بالاندكشن يعني جاي من التغير، بس تغير دائم بقى، هعمل تغير دائم يعني مش في لحظه بقفل الكي وخلص او بزود الريستات، لا انا هعمل فاريشن مستمر على طول. فطول الوقت في كاتنج، فطول الوقت في فولت، فطول الوقت هتلاقي في اضاءه او ايا كان الجهاز هيشتغل. لو انا جيت كده وادي السيركت وادي الباتري وادي الريوستات وعملت كل حاجه بالعكس، كنت انا كاتب هنا ايه؟ كلوز الكي. اجي هنا اعمل ايه؟ اوبن، اوبن الكي. لو فتحت الكي يعني كان في كي هنا وانا عملت كده مره اوبن، ايه اللي يحصل؟ قال لك كل حاجه بتخلص، يعني الاي ديكريز، فالفاي فين؟ الفاي اللي هو ده الماجنتيك فيلد ده اللي هو ده، هيزيد ولا يقل؟ ده هيقل وهو بيخلص، بيحصل له فانش، بيحصل دلتا فاي بالايه؟ نقصان. فالنتيجه اي ام اف عكس التغير فورورد. يعني ايه فورورد؟ ثواني. طب فورورد يعني لو كان الكرنت ماشي كده، بص كده اهو، هيتولد كرنت معاه هو في نفس اتجاهه، بيحاول يقاوم التغير يخليه ما يخلص، بيحاول معاه، ده اسمه فورورد. لكن ده كان اسمه ايه؟ باكورد. عايز تقول ايه؟ انا بتكلم على اللحظه يا جدعان، بتكلم على اللحظه، اللحظه دي، اللحظه اللي انت بتفتح فيها الكي. شبه في البيت اللي عايز يربطها وانت بتشد مثلا الفيشه بتاعت المشترك مره واحده بسرعه هتلاقي في شراره بتحصل، مشترك بقى ايا كان اي جهاز شاحن هتلاقي في شراره بتحصل. ايه الشراره دي؟ هو ده الفورورد انديوز دي مف، يعني في كرنت عايز يقاوم التغير ويمشي، فهو بيعمل شراره كده في الجو، بتبدا ماكسيمم وتقعد تقل. صح جدع، تبدا ماكسيمم، دي هدرسها الدرس الجاي كمان، تبدا قبل الدينامو في حته كده اسمها الجروس ريت اوف كارنت. في اللحظه، في اللحظه اللي انا لسه بدوس على المفتاح ده اكبر ما يمكن، قد البطاريه تقريبا، فكأنه ما فيش كارنت. كل ما الكارنت يزيد هي تقل، يزيد هي، اول ما الكارنت توصل ماكسيمم هي مش موجوده لان ما فيش فاريشن. تمام، بس خليها لقدامي تاني. هنا لو انا عايز ازود الار فاريبل الاي يحصل لها ايه؟ فالفاي فيحصل دلتا بل، فالنتيجه بقاعده لينز عكس التغير اوبوز الفاريشن. ايه تالت حاجه؟ هنا عملت ايه؟ انسرتنج. هنا اعمل ايه؟ قال لك ويز دروين، اسحب الايرن كور او بول اواي، طلعها بره. يعني في اللحظه، كله بتكلم على اللحظه اللي انا بسحب وانت بتسحب، الميو مالها؟ هتقل. فالبي والفاي فيحصل دلتا فاي بالديكريز، فالنتيجه فورورد. مفهوم الكلام ده؟ بس كل ده باي سيلف ايه؟ باي سيلف اندكشن. لا هو في الحالتين اصلا سواء ميوتشوال او سيلف لحظي، لحظي مش دائم، لان انت شغال دي سي، شغال بايه؟ بباتري. اي بطاريه بتطلع كرنت ثابت، ما دام هو كونستنت يبقى مفيش فاريشن، يبقى الفاريشن انت اللي هتعمله في اللحظه، في اللحظه اللي بتفتح المفتاح او تقفله، في اللحظه اللي بتزود الريستات او تقلله، في اللحظه اللي بتشد الايرن كور او تايه تركب او تحط الايرن كور. لو كان ميوتشوال في اللحظه اللي بقرب الكويل او ببعد الكويل يبقى التغير اصلا لحظي. طب انا لو ما جيتش جنب الدايره سبتها زي ما هي، كل حاجه ثابته ومفيش اندكشن، الاندكشن ما ينفعش مع الدي سي. انت بتحاول توجد اندكشن مع الدي سي بالتغيرات بالفاريشن، لان هو الاندكشن معتمد على التغير والدي سي اصلا ثابت، لان في ناس لغايه دلوقتي مش فاهم يعني ايه دي سي. ده الاي مع التايم، كلمه دي سي يعني اي كده دايركت كارنت، تيار ثابت. طب كده لو جيت قلت لك الدلتا اي باي دلتا تي بكام؟ والله بزيرو. هل في تغير؟ يعني بعد ثانيه، يعني الكارنت ده مثلا كان 5 امبير، في اول لحظه 5، بعد ثانيه 5، بعد ساعه 5، بعد 10 سنين 5، فضل ثابت، يبقى الدلتا بكام؟ بزيرو. هل في فاريشن؟ يبقى ما فيش اندكشن. طب انا بعمل اندكشن ازاي؟ انت اللي بتوجده بقى، ان انت مثلا اول ما تفتح الكي بتخلي الكرنت اللي ثابت ده ينزل لزيرو، او مثلا ما كانش فيه كرنت وقفلت الكي بتخليه يطلع للماكسيمم.
فانت لو جبت التغير، لكن لو انت عندك سيركت وفيها دي سي كارنت ثابت ولا هيزيد ولا هيقل، فما فيش فاريشن، مفيش اصلا اندكشن. عشان كده اصلا انا بقول لك كل اللي انت بتدرسه من اول فاراديه لحد السلف، كل ده تمهيد عشان تفهم ظواهر، عشان تفهم الاجهزه بقى الفعليه اللي هو الترانسفورمر والموتور والدينامو. سيلف اندكشن قال لك هو الكتروماجنتيك افكت مش انتر اكشن. اشمعنى؟ مش هو تاثير مش تداخل. التداخل ده يحصل لو ايه؟ لو حاجتين، ده حاجه واحده. فقال لك ده الكتروماجنتيك افكت ان ذا سيم كويل، تاثير كهرومغناطيسي في الملف في الكويل نفسه. امتى؟ ايه السبب وايه النتيجه؟ السبب لما يحصل فاريشن في الكرنت بايا كان بقى الطريقه، النتيجه بتولد ايه بقى؟ انديوسد اي ام اف وانديوسد كرنت اوبوز الفاريشن، عكس التغير. يعني لو التغير بالزياده يتولد ايه؟ باكورد. التغير بالنقصان يتولد فورورد بقاعده لينز. هو تاثير كهرومغناطيسي في نفس الملف في الكويل، قبل لما يحصل تغير في الكرنت فالنتيجه هيتولد اي ام اف وانديوسد كرنت اوبوز الفاريشن. في تجربه للفهم تستضي يعني ايه سيلف اندكشن. التجربه دي مالهاش اي فايده غير انت تعرف يعني ايه سيلف اندكشن انديكيشن بس. فالتجربه دي عباره عن ايه؟ معاك كي ومعاك باتري، بس البطاريه دي صغيره 6 فولت، وجايب لمبه نيون، نيون لامب. دي محتاجه على الاقل كام؟ لحد 220 عشان تشتغل. فمنطقيا دي مش هتشغلها، تمام؟ اكيد دي مش هتشغلها. فهو موجوده التجربه دي عشان انديكيشن لحاجه معينه يعني. وجايب لك سلك كويل لفته على حديد، وده كويل واحد بس بيه لارج نمبر اوف تيرنز. طب ازاي كويل واحد؟ انا مكمل بنفس الايه؟ بنفس النمبر اوف تيرنز. حلو. طب متوصله كده ليه؟ عشان تبقى ايه؟ بارل. بارل مع مين؟ يعني البدايه ونفس الايه؟ ونفس النهايه، نفس البدايات ونفس النهايات. طب ليه؟ اشمعنى؟ عشان لما تقفل او تفتح الكي هيتولد بالسيلف يا باكورد يا فورورد ايا كان. فالفولت اللي هنا هيبقى هو هو اللي على مين؟ على اللامب. فهتشوف هل اللمبه هتشتغل ولا لا. فهو كل هتعمله حاجتين. اول حاجه هقفل ليه؟ الكي. يعني هاجي كده اعمل الكي كلوزد، ايه اللي يحصل؟ الاي هتزيد، يعني يبدا يمشي كارنت كده، تمام؟ ويجي يخش من هنا. في اللحظه اللي انت هتقفل فيها الكي الاي ماله؟ هيزيد، فيبدا يمشي كارنت. الكارنت ده هيعمل جروس، وهو بينمو قال لك هيعمل مجال مغناطيسي كده، ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. مجال مغناطيسي بيعمل جروينج، فهتلاقي ان الفاي بتزيد، فبيحصل دلتا فاي بالايه؟ فالنتيجه ايه؟ اي ام اف نوعي. فالاوبزرفيشن اللمبه دي ما اشتغلتش، يعني هنا اللامب حاضر doesn't glow. تاني انت جايب بطاريه، البطاريه دي بكام؟ 6 فولت. حلو. فانا المفروض منطقيا انها مش هتشتغل، يعني اللمبه مش هتشتغل اصلا، محتاجه فولت اعلى. فانا اول ما قفلت الكي قعدت اتفرج كده لقيتها ما اشتغلتش برضه، فسر لي منطقيا دي مش هتقومها. طب هل السيلف قدر يقومها اللحظه حتى؟ لا. طب ليه؟ بص، في اللحظه اللي انت بتقفل الكي الاي بيحصل له ايه؟ يزيد، والفاي هتزيد. فالفلكس ده هو بيكبر هيعمل كاتنج للترنز بتاعته اتسلف، فهيتولد باك انديوس دي ام اف. طلع ان هو سمول، ما هو ما دام ما قدرش يشغل اللامب يبقى قيمته قليله، فاستنتجت ان ده ايه؟ سمول، يعني ده بيطلع رقم صغير. حلو. اعمل العكس بقى. لو انت عملت كده اوبن للكي الاي هيقل والفاي هتقل، فيحصل دلتا بال ديكريز، فالنتيجه اي ام اف نوعه. عايز اقول لك الاوبزرفيشن لمبه اشتغلت، بس اللحظه اشتغلت للحظه للحظه بس كده، عملت وميض وطافت تاني فور اوايل، لوهله لبرهه من الزمن كده. في اللحظه اللي انت بتفتح فيها الكيدي دي عملت وميض اضاءه، لا غير الشراره، الشراره دي حاجه تانية. هنا هيحصل شراره، هنا في سبارك، يعني في سبارك هتتكون هنا ما بين التيرمينالز، هنا هيحصل جلوينج فور اوايل. ليه بقى؟ بص بقى، في اللحظه اللي انت بتفتح فيها الكي الاي ماله؟ بيخلص. فالفاي ده بيخلص بيقل، وهو بيقل هيعمل كاتنج لايت ستيرنز، فهيتولد اي ام اف فورورد. طب انا ما دام اللمبه دي اشتغلت
يبقى اكيد ده ايه؟ عارف يعني ايه لارج؟ يعني ده وصل للرقم تقريبا 180 فقدر يشغلها. ثواني ثواني، ليه؟ اشمعنى ده لارج وده سمول؟ اولا التفسير اللي انا هفسره هنا مبدا حياه بعيد عن الكهرباء اصلا، يعني مبدا حياته من الحياه. دايما اي حاجه في الدنيا عشان تبني بتاخد وقت، البنى بياخد وقت وزمن، الهدم سريع. يعني انت لو قاعد في البيت وماسك دومينو وقاعد جنب اخوك الصغير فعمال تعمل بيت، جه واحد عمل لك كده من ده بعد ما انت قعدت ربع ساعه تبنيها، في لحظه واحده عمل كده نزل، الهدم سريع جدا. قعدت مثلا ربع ساعه تبني في بيت، بلاش بيت في الحقيقه، حتى تقعد شهر تبني عماره، ممكن يجي بلدوزر في الاساسات دي يقعها كلها. يبقى دايما اصلا الهدم ايه؟ اسرع بكتير قوي. بلاش نزول السلم اسهل واسرع من ايه؟ فده مبدا حياه. حتى انت كانسان عشان تبقى انسان ناجح عايز وقت، عايز عمر، بنى، مذاكره، تعب وشق. تبقى انسان فاشل في ثانيه، تقعد على السرير وتنزل قهوه، تقعد على السرير وتنزل قهوه، ما تعملش اي حاجه، انا مش قادر، انا مش عارف، انا مش عامل، فاشل. عادي جدا، سهل. دايما اي حاجه في الدنيا البنى صعب، الصعود دايما صعب، النزول سهل جدا. فنفس الفكره تعالى في الكهرباء بقى، بص بقى قال لك تايم الديكي اوف كارنت، ايه علاقته بالتايم الجراس اوف كارنت؟ مين قال؟ قال لك الديكي ده اصغر بكتير قوي قوي قوي. يعني الكرنت عبال ما بينمو بياخد وقت، عارف بيخلص طلقه، بينزل طلقه، فهياخد زمن قليل قوي. فاللي فاهم ماس هيعرف ان الدلتا اي باي دلتا تي، وهنا الدلتا اي باي دلتا تي، هنا في الديكي وهنا في الجراس. ايه علاقه الدلتا اي بالتايم؟ لا عكس بعض كده، مش عاملين ماس خالص. بالماس اهو 10 على 1 تطلع كام؟ 1 اهو، 10 على 0.1 تطلع كام؟ طب 10 على 0.01 ملاحظ ايه؟ كل ما الدينومينيتور ده يقل كل ما الفاليو كلها، بس نفس الفكره مالتايم تحت، كل ما ده يقل كل ما التوتال فاليو دي، فكل ما التايم اوف ديكي يبقى اقل كل ما الريت اوف تشينج يبقى اعلى. ما مش هيفهموا الكلام تاني تاني منطقيا حتى بالعقل. انت عشان تبني عماره هتطلع من دور لدور بتاخد وقت، من دور لدور بتاخد وقت. يعني البنى التغير اللي هو دور لدور بس تغير صغير بياخد وقت، وانا ممكن اهد العماره كلها في لحظه. يبقى تبص عملت ديكي سريع جدا في وقت قليل وعملت ريت اوف تشينج قوي، يبقى كل ما التايم اوف ديكي يقل كل ما معدل التغير يبقى ايه؟ كبير. فقال لك دلتا اي باي دلتا تي في الديكي اكبر بكتير من مين؟ من الجراس. فهنا بيتولد اي ام اف نوع ايه؟ فورورد. وهنا بيتولد اي ام اف نوع ايه؟ باكورد. مين كده اكبر؟ اكيد الفورورد. ده تفسير للي انا قلته، عشان كده اللمبه اشتغلت. ايه؟ هو ليه علاقه بقيمه مش اتجاه. يا ابني ثواني بس، اللمبه دي تشتغل محتاجه الرقم ده، الرقم ده محتاج كرنت عالي، مش علاقه باتجاه، سواء جاي كده او جاي كده مش تفرق اتجاه. انا محتاج قيمه عاليه، فولت عالي، كرنت عالي. فطلع الباكورد ما بيجيبش قيمه عاليه من التجربه، انا بستنتج. ولما انا فتحت الكي اشتغلت للحظه، يبقى كده الفورورد رقم عالي. فسر لي ليه؟ فالتفسير بنفس فكره الحياه، تايم الديكي زمن الهدم دايما اقل بكتير من زمن البنى. او احفظها كده، الهدم اسرع من البنى. راح جاي الترنيتنج راح جاي، ده بيحصل دايما مستمر. تاني الهدم دايما اسرع من البنى، الهدم اسرع، ده معناه ان زمن الهدم اصغر، اصغر من مين؟ زمن الايه؟ البنى ده اكبر. طب الزمن كل ما يقل، قال لك كل ما معدل التغير ريت اوف تشينج هيبقى ايه؟ اعلى. فالريت اوف تشينج هنا قوي قوي، فيولد فولت ايه؟ ليه؟ لان الاي ام اف اصلا دايركت مع مين؟ الدلتا اي باي. فكل ما ده يزيد يولد فولت ايه؟ اعلى. طب معلومه تاني، هو هنا جايب عدد لفات كتيره قوي، فده بيساعد ان كل ما النمبر اوف تيرنز يزيد كل ما الفولت ايه؟ عشان كده في الفورورد الفولت بيبقى عالي فيقدر يشغل اللمبه. فدي تجربه هدفها بس تعرف يعني ايه سيلف اندكشن، وجوده انه موجود ان في سيلف اندكشن، تمام؟
مش كده بقول لك لما بتيجي تشد الفيشه في البيت بسرعه بيحصل شراره يا ابني دي كده يعني كل حاجه بتخلص الاي بي ال والفاي بي تيل وكل حاجه بتنتهي فانش فالفانش ده في تايم قليل فانش في تايم قليل حاجه بتخلص بسرعه بسرعه تايم قليل انتوا شايفين ايه بسرعه قليل يا جدعان الفيلوستي ديستانس على تايم لما اقول لك دي اسرع يبقى زمن ايه قال اي حاجه اسرع زمنها قال لما تذاكر بسرعه يبقى خلصت في وقت قال فلما اقول لك الكرنت بيخلص بسرعه يبقى زمنه قال يبقى معدل تغيره اعلى معدل تغيره اعلى فيولد فولت اي ام اف فورورد اكبر بكثير ده بينتهي واصلا الكرنت الثاني حتى لو انا كملت ورا منطقه الكرنت الثاني صغير لان الفولت بكام اصلا طب هو الكرنت الثاني كان مشغل اللمبه اصلا هو الكي كان كلوزد فما كانش فيه اي حاجه هو اللمبه شغاله فالفكره ان انا بفتح الكي ده تمام فبيتولد اي ام اف فورورد عايز يمشي مع الاولاني بس اقوى منه بكثير يعني هو الاولاني مش ما ساعدش ولا حاجه ما كان الاول اصلا شغالها كان نفع نفسه بالبلدي كده صح حلو ايه الكي هو كلوزد اول ما بتقفل الكي الاي بتزيد والفاي بتزيد فبيحصل دلتا فاي بالانكريز يعني الفلوكس ده بيكبر وهو بيكبر بيعمل كاتنج للترنز بتاعته فيولد دي ام اف باكورد عكس التغير يعني هيعمل كرنت عكس الموجود كده مثلا والكرنت ده ما عملش اي حاجه برضه صغير لان اللمبه ما اشتغلتش ما هو اللمبه ما اشتغلتش الانديكيشن بتاع اللمبه لو دي اشتغلت يبقى تولد فولت عالي عشان دول برق فالفولت هنا يبقى هنا يبقى الفولت العالي ده يبقى يؤكد لك ان السلف قوي ففي حاله الكلوزنج طلع اصلا ليه صغير ما اشتغلتش في الاوبننج اشتغل لوهله كده اللحظه وطفى تاني طب ليه طفى تاني؟ عشان اصلا السيركت بقت ايه؟ اوبن منطقيا يعني هو اشتغل في اللحظه بس التجربه دي في هدفها تعرف وجود السيلف اندكشن وايه الفرق بين الباكورد والفورورد ومين اقوى ومين اضعف تاني من الاول انت بتعمل حاجتين بس يا كلوز يا اوبن في الكلوزنج انا اول ما بقفل الكي كل حاجه بيحصل لها جروس تكبر وهي بتكبر قال لك يحصل هنا فاريشن وكاتنج فبيتولد دي ام اف باكورد اللام ما حصلهاش اي حاجه ولا اشتغلت يبقى اكيد ضعيف ده السمري طب انا اول ما بفتح الكي بيحصل حاجتين قال لك اللمبه هتشتغل فور اوايل جلو فور اوايل وهنا بيحصل سبارك شراره هقول كل واحده فايدتها ايه او ايه سببها اللمبه اشتغلت ليه عشان اتولد لارج انديوسد اي ام اف فورورد ليه لارج عشان التغير كان في زمن قليل قوي هو انا مش عامل اقول الانسان والحيوان والجيم وكل حاجه في الدنيا الهدم اسرع من البناء الهدم اسرع واقصر بكتير من البناء فبياخد زمن اقل زمن الهدم اصغر من زمن الجروس زمن الديكي اوف كرنت اصغر من زمن الجروس فيعمل فاريشن اكبر بكتير من الجروس افتكرها بالدومينو تقعد ترص بيوت فوق بعض انت بتعمل تغير بسيط عشان تبني بس دور فوقيه انا ممكن اعمل كده واوقع لك كل العماره ده تغير بسيط ولا كبير في زمن اقل يبقى ممكن اعمل فاريشن اكبر في زمن اقل فيولد فولت عملاق اسمه اي ام اف فورورد اكبر بكتير من مين من الباكورد معلومه الملك بتقول لك ايه ان الكرنت ده بيبقى اي فورورد قوي بيبقى عايز يعدي هنا فبيعمل سبارك وستوب الملك ما وضحش ليه سبارك معلومه بره المنهج بقى الهواء ده انسيوليتر فالكرنت العالي او الفولت العالي اللي اتولد في مسافه صغيره ده قدر يعمل ايونيزيشن تاين للهواء يعني عمل له بريك داون كسره كسر الهواء تمام يعني انت زي ايه زي حاولت تعمل ايونايز للجاز ففي اللحظه دي في اللحظه دي حصل هنا سبارك شراره والشراره دي لحظيه دي اللي بتحصل لك في البيت لما تشد الفيشه بسرعه بسرعه كده وتلاقي فيه شراره دي نتيجه الاي ام اف الفورورد الكبير اللارج ها اللي هو يعمل هنا سبارك نتيجه ايونايزيشن اوف اير دي معلومه للفهم مش مطالب بيها اولا الكارت اللي موجود اصلا مش فاكتور عارفه ليه مش هشغل لمبه يعني سواء بقى انا جبت له حاجه معاه او حاجه عكسه سواء صغيره زيه مش هتشغله فهو مش فاكتور يعني ما كانش ده بلس وماينس هو مش فاكتور ده رقم صغير وكان نفع نفسه ده 6 فولت تمام فانا جبت كارنت فورورد صغير حتى لو معايا ب 6 فولت كمان مش شرط طب حتى 20 فولت انا محتاج رقم ضخم فهي التجربه دي للبس للستادي تفهم يعني ايه سيلف اندكشن تفهم يعني ايه باكورد يعني ايه فورو القانون بقى عشان نبدا نعرف ايه القوانين كل ده مقدمه اولا
البروف شبه المره اللي فاتت. الاي ام اف قانون فاراداي دايركت مع مين؟ الدلتا فاي باي دلتا تي، والدلتا اي باي دلتا تي دايركت مع الدلتا فاي باي دلتا تي من اللي احنا درسناه دلوقتي. كل تغير في الكرنت يغير في الفاي والعكس. من المعادلتين دول مش هيبقوا الاثنين دول دايركت؟ وبعدين المره اللي فاتت شلنا الدايركت بروبورشنال وحطينا ايكوال وايه؟ والكونستنت كان ام، المره دي هيبقى ايه؟ وده القانون. فواحد يجي يسالني نفس السؤال الذكي ايه هو ال؟ فهجاوب نفس الاجابه كوفيشنت، بس بدل بقى ميوتشال اقول ايه؟ اوف سيلف اندكشن. فواحد يجي يسالني برضو مستر انا مش فاهم يعني ايه كوفيشنت اوف سيلف، فهعمل نفس الاثبات اللي قلته المره اللي فاتت بتاع الام بالظبط. هتيجي كده اهو اي ام اف ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي على ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي، فده هيروح مع ده صح والنيجاتيف معه، فيبقى لك ان فاي ايكوال ال في اي. ده شبه ايه؟ ها؟ هاي المره اللي فاتت قلت ان فاي ايكوال ام في اي، بس ثانيه واحده قلت لك هنا لو 1 هنا 2. طب السلف فيه 1 و2؟ لا، عشان كده القانون بص سالك مفيش ولا 1 ولا 2 ولا اي حاجه. ده قانون من ايه؟ السلف اندكشن، مفيش اي حاجه خارجيه صح. كان في قانون ثالث كمان اللي هو ان فاي ايكوال كيو فار، يبقى كام قانون كده؟ الثلاثه دول نفس الفكره بستخدمهم امتى؟ if time is not given. طب ده بستخدمه امتى؟ قال لك فاراداي. حلو؟ وده امتى؟ ده ميوتشوال. والاولاني امتى؟ سيلف. في مشكله في الكلام ده؟ فادي يقول لي مستر ما فهمتش ايه ال برضه. تعالى بالقانون ده نكمل بيه. هيبقى ان الفاي بتتفك بيه في ايه؟ ايكوال ال في ايه؟ فاي. البي بتتفك ازاي؟ ميو ان اي على منيل صح؟ في ايه؟ ايكوال ال في ايه؟ فالاي تروح معاه؟ هيطلع شبه القانون بتاع المره اللي فاتت، ال ال ايكوال ميو ان في ان يعني ان سكوير في اريا على ال. شبه مين؟ شبه ما انا نال، ده ما نال بقى. اهو كان عندك ادي الام المره اللي فاتت ميو ان 1 ان 2 اريا 2 على ال 1. ده اسمه ما انا نال، لكن ده اسمه ايه؟ او ما نال، اسمه كوفيشنت اوف سيلف اندكشن. ده اسمه ايه؟ لينس اوف سيلينويد او لينس اوف كويل ايا كان يعني. الحروف خلصت منه مع ال يعني. معلش هم العلماء عبط شويه. في مشكلة في الكلام ده؟ هتلاقي الكلام ده هو هو اللي قلناه المرة اللي فاتت تقريبا. طب ليه هنا ان سكوير مش ان 1 ان 2؟ عشان نفس الايه؟ صح، نفس الترنز. تمام، ده قانون السيلف. واحد يجي يقول لي مستر بقى يعني ايه سيلف اندكشن كوفيشن؟ اقول لك هو بيعتمد على حاجه اسمها ايه؟ برميابيلتي، وعلى النمبر، وعلى اللينس بتاع الايه؟ السولينويد. يبقى هو زي باكج كده اللي هو دي جواها شويه فاكتورز بتاعت الكويل، مساحته، اللينس بتاعه، النمبر اوف تيرنز، هل في ايرن كور ولا لا؟ اللي هي الميو. طبعا كل الفاكتورز دي بتاثر في ايه؟ في الفولت، لان كل ما ال تزيد كل ما الفولت ماله؟ لان هما دايركت. يعني اي فاكتور هنا هيزيد، الميو لو زادت فالال مالها؟ فالفولت. طب لو الان زادت نفس الحكايه يزيد، لو الايه؟ هيزيد، لو الال قلت السيلف يزيد فالاي ام اف تزيد. في مشكله في الكلام ده؟ حلو. طب ايه كمان؟ تعالى بقى الكوفيشنت دي ندرسها بالتفصيل بقى. شوف الجرافات بتاعتها. ده دايركت. طب السيلف مع الان سكوير هيبقى دايركت. السيلف مع الاريا برضو ايه؟ طب السيلف مع ده جرافين بقى. لو قلت واحد على ال هيبقى دايركت الاول. طب لو قلت السيلف مع ال بس ودي ال لينسا عشان عارف الذكاء الخارق برضه ايه؟ ما انا جاي اهو جاي. السيلف مع ال ان بس دي بقى مشكله بقى. ادي ال سيلف مع ان بس، قال لك بتبقى كده كيرف.
معكوسة دايركت والسكند ديجري كيرف. ليه بقى؟ لأن هي ال دايركت مع ان سكوير. ال دايركت مع ال ان سكوير دايركت لينير. طب لو دي كانت ان بس قال لك سكند ديجري لأن لسه دي هيتعمل لها سكوير أصلا. يعني تعال نجرب أرقام عشان عارف في ناس مش فاهمة حاجة. أدي ال ان وأدي ال ال. لو قلت لك دي بواحد واحد سكوير تطلع واحد. دي اتنين اتنين سكوير. تلاتة تلاتة سكوير. أربعة أربعة سكوير. دي بتزيد زيادات كام؟ بلس كام كل مرة؟ زيادات ثابتة. طب دي بلس كام؟ ودي بلس كام؟ ودي بلس كام؟ هل الزيادات ثابتة؟ قالوا لنا في علم الرياضة الكلام ده بيطلع كيرف، والله العظيم. قالوا لنا في علم الفيزياء مش فاهم بصمج. عشان عارف أنا هتعب. مش فاهم حوار الماس ده والزيادات مش ثابتة كيرف على طول. ماشي احفظها. مش عارف في ناس الماس بعافية قوي. تمام؟ امتى يطلع لينير اللي عدى على ماس؟ لو هنا بيزيد زي هنا بالظبط، هنا بيزيد زي هنا. لو الزيادات مش زي بعض لازم تبقى سكند ديجري كيرف يعني. دي معلومة يعني. في مشكلة في الكلام ده؟ دي كوفيشنت. طب أنا لو هجيبها في صايد بالقانون ده. ايه تعرفها؟ The coefficient of self-induction هو ال induced electromotive force لما كل ال denominator ب 1 يبقى هو ال induced electromotive force in the same coil when current change by rate 1 ampere per second. ده يعني ايه اصلا؟ self-induction coefficient. طب دي بتتقاس بالايه؟ قال لك ال L اول حاجه دي فولت دوت سكند على امبير شبه المره اللي فاتت بالظبط اللي هي ويبر على امبير اللي هي اوم دوت سكند اللي هي تسلا دوت متر سكوير على امبير. كل ده يكفي حاجه اسمها ايه؟ هنري. صح. كل ده يساوي حاجه اسمها هنري. ممكن تحلها بالكود من غير كل الكلام ده. اسالني على الكود. بص انا مش حافظ الفكات دي بس انا حافظ ان الفولت 120 والسكند ب 2 والامبير 5 هتعوض تطلع كام؟ 48. وانت حافظ ال 48 هي مين؟ حلتها. مش لازم احافظ الايكويفالنت بس احافظ الارقام. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ايه الجرافات بتاعت الاي ام اف مع الدلتا واي شبه المره اللي فاتت لازم تطلع ايه؟ لازم تطلع دايركت. طب الاي ام اف مع السيلف اندكشن كوفيشنت هتبقى برضه دايركت. محدش بقى يتخدع بالال مع الدلتا اي او الام مع الدلتا اي. محدش يجي يقول لي كده. ان دي بتساوي اي ام اف وهنا دلتا اي اوفر فتقول لي ان دي لما تزيد ده يقل. مفيش الكلام ده. دول علاقتهم ببعض كونستنت ولهمش علاقه ببعض خالص. ال ال ده بيعتمد على مين؟ الميو ان سكوير اوفر يعني بيعتمد على شويه فاكتورز ملهاش علاقه بالكرنت. انا حتى الاثبات اللي انا عملته كنت بشيل الاي مع مين؟ فلو قال لك ال ال مع الدلتا اي او الام مع لازم تبقى ايه؟ كونستنت. ده الجرافات. في قبل النوتس في ابلكيشن اللي هي فلورسنت ايه؟ لاب. اللمبه اللي هي مين؟ اللي هي فلورسنت اللي هي الطويله القديمه دي. اللي عايز يعرف بقى اللمبه دي تشتغل ازاي؟ بص بالراحه دي. اللمبه دي المفروض ان انت بتدوس على الزرار بتنور. في اللحظه اللي هي بتنور دي المفروض طبيعيا طبيعي يعني انت هتدوس على الزرار وانت مش فاهم اي حاجه هي هتنور. طب بتنور ليه؟ وايه اللي جوه اللي بيحصل؟ اللامب دي عباره عن تيوب. التيوب دي ايفاكيويتد. يعني ايه ايفاكيويتد؟ مفرغه. يعني ايه مفرغه؟ مفيهاش هواء. بس قال لك فيلد ويز انرت جاز. ده انرت جاز. ارجون مثلا. اي انرت جاز. ايا كان. ارجون. طب الانرت جاز ده المفروض ان هو ما بيتفاعلش، صح؟ كيمياء. حلو. فانت المفروض في حاجه اسمها ستارتر. البتاع ده بتشتري ده الابيض ده والازرق ده. ده عباره عن كويل. فانت في البيت الكهرباء اللي عندك اي سي مش دي سي. في اللحظه اللي انت بتدوس على الكي الكرنت بيحصل له ايه؟ جروس. فهتلاقي الفلكس ده بيقدر يعمل جروينج. الفلكس ده هو بيزيد بالسيلف بقى مش هيعمل فاريشن ويتولد باك انديوز دي بقى. الباكورد ده ايا كان لان هو اللحظه اللي بعديها يعمل فورورد لان ده اي سي.
هيبقى عباره عن طاقه انرجي هتعمل ديستشارجد في التيوب، تتفرغ في الانبوبه. فتعمل ايه في الجاز؟ هتعمل له حاجه اسمها ايونايزيشن. عارفين يعني ايه ايونايزيشن؟ يعني الالكترونات تقيل. اه تاخده كيمياء ولا ايه؟ ايه الفرق بين ايونايزيشن واكسايتيشن؟ اكسايتيشن الالكترون بيطلع من ليفل لاعلى، بس ايونايزيشن بيطلع بره الاتوم وبتتحول لبوزيتيف ايون. حلو. فالالكترونات دلوقتي هتطلع بره الاتوم، طلع بايه؟ طلع بطاقه، طلع بانرجي. الانرجي دي هتخلي الالكترونات تقعد تتحرك راندوم عشوائيه جوه التيوب، وتقعد تعمل كولايد ويز ايتش اذر، وكولايد ويز ايه؟ ويز ذا وولز اوف ذا تيوب. فهم من جوه دهنينها كوتد ويز فلورسنت ماتيريال، ماده مضيئه، بحيث اول ما الالكترون يخبط في الجدار ده يطلع ايه؟ قال لك جلو او لايت وميد. فالعمليه دي ما بتحصلش الكترون واحد، طبعا بليونز اوف بليونز اوف الكترون. فانت في اللحظه اللي انت بتدوس على تلاقي اللمبه نورت، عشان قلته ده. طب ليه يا مستر ما بتطفيش في ساعتها؟ يعني انا نور وبعد كده تطفي، ليه بتكمل؟ عشان ده ايه؟ اي سي. يعني ده اصلا كرنت مش ثابت، متغير كده. فهيعمل ماجنتيك فيلد برضه ايه؟ فاريبل. يعني ماجنتيك فيلد هنا يقعد يكبر وبعدين يصغر وبعدين يكبر، فطول الوقت فيه ايه؟ فاريشن. فطول الوقت فيه طاقه، فيه فولت بيتفرغ فين؟ في التيوب. فتفضل الالكترونات طول الوقت واخده انرجي، طول الوقت عماله تخبط، فتفضل اللمبه شغاله. مش كده وهي بتقوم وتقعد تعمل كده ترعش، وتلاحظها لما اللمبه دي تقدم بتاخد مده ايه؟ اطول، لان عمليه الايونيزيشن بقت صعبه. لما ليه احط جهاز النرد بكره احط اي جهاز؟ لا ما ينفعش، اي جهاز هيتفاعل اصلا مع جدار الانبوبه من الاول. لازم اجيب غاز خام اللي ما يتفاعلش الا لما انا اديله طاقه. لا لا، اي جاز عادي هيتفاعل، هيعمل لازم كيميكال رياكشن الا الانرت جاز. ما القوه دي الفولت، والفولت ده 220 فولت، يعني الفكره ده رقم عالي. ها هيتفاعل مع طبعا، وده مش مطلوب. تمام. طب واحد يقول لي مستر الستارتر ده لو شلته، لو انت فاكر في البيت حتى تلاقيه ما تقومش، او لو الستارتر اتحرق تقعد تجيب واحد بداله، لان هو اصل الحكايه الستارتر، لان اللمبه دي قايمه على ايه؟ على السيلف اندكشن. ايه ملخص اللي عليا من غير هري؟ اللي عليك اول حاجه ايه؟ الابلكيشن على السيلف اندكشن اسمها فلورسنت لام يوز ان لايتنج، الاضاءه. طب ايه التفسير بتاعها؟ قال لك هم ثلاث اربع جمل بالظبط. اول حاجه هتقول ذا ماجنتيك انرجي ستورد ان ذا كويل از ديشارجد ان ا تيوب، اهو ماجنتيك انرجي ستورد ان كويل discharged in evacuated tube. يعني ايه evacuated؟ فراغ. بس قال لك مالها بقى؟ field with inert gas. دي اول جملة. ايه النتيجة؟ يحصل ايه؟ قال لك هيحصل ionization to atoms. بعدين هتقول الالكترونز released from atom. الجمله الثالثه الالكترونز دي تعمل ايه؟ collide with حد يكمل each other and with walls of tube. الجمله الاخيره ان التيوب دي مالها coated. يعني ايه كوتد؟ مطليه ويز فلورسنت ماتيريال، ماده مضيئه. وين الكترون كولايد يحصل ايه بقى النتيجه الاخيره؟ لامب والجلو. يبقى اخر حاجه ذا لامب والجلو. صفحة 44 44 in the self induction experiment the forward induced EMF in the coil is always greater than backward. ليه الفورورد اكبر من الباكورد؟ اللي انا قلته انا قعدت اتنطط فيها بقى. عشان ايه؟ الهدم اسرع. يعني نقولها ازاي؟ time of decay is smaller than time of growth. يبقى rate of change in vanishing
لازم يبقى greater than rate of change of current in growth. عايز تكتبها لنفسك بالعربي اكتبها. يعني دايما زمن الديكي بتاع الكرنت زمن الكرنت هو بيخلص اقل من زمن النمو. الهدم اسرع من البناء. افتكرها بالجمله دي. الهدم اسرع من البناء. افتكرها في حياتك دايما. حياتك كلها ده مبدا حياه. لو عشت بيه عمرك كله يعني. الهدم دايما اسرع من البناء. مش تبقى انسان ناجح صعب. عايز وقت. مش تفشل سهل قوي. تمام؟ حتى في الجيم، حتى في الرياضه. في الرياضه حتى. عشان تبقى بطل الموضوع صعب. صح؟ لا عايزه مجهود، فلوس ايه؟ بس اول حاجه بيفكروا فيها. عشان تبقى بطل عايزه فلوس؟ يا راجل بس؟ يعني انا اجيب فلوس ابقى بطل؟ اي حد معاه فلوس بطل؟ ايه؟ انا عندي حلم. انا عايز اشهر مدرس في مصر. حلم. على فكره بدات من 3 سنين وانا مدرس اولها على ترابيزه وناس كلها مش مؤمنه بيك، بامي وابويا كانوا كمان حتى فاكرين ده خيال. بس انت من جواك عندك حلم. اي حد لعيب الكوره محمد صلاح ما كان عنده حلم. اكيد هو كان مصدق انه هيبقى احسن لاعب في العالم. كانت الناس تضحك عليه يا عم ده انت بتلعب في المقاولين يا عم احسن لاعب في العالميه انت مجنون يا ابني. فاي انسان في الدنيا هيصدق حلمه هيوصل. يا ابني هو النجاح لازم مربوط عندك بالماده؟ ما هو النجاح المعنوي معاه ماده. طب انت لما بتبقى مدير شركه نفسك تبقى مدير ورئيس وعندك بيزنس ما اكيد الماده جت ما الفلوس هتيجي. النجاح النجاح فكره النجاح نفسه لازم يجيب فلوس. بس ما يبقاش هدفك انا عايز فلوس يولع نجاح مش هيجي. لما تبقى عايز نجاح هتيجي فلوس. فاهم الفكره؟ مش فاهمين حاجه هم عايزين فلوس. ما علينا ما علينا. على فكره بص انا الكلام ده قلته امبارح والله للناس واتمنى الناس تسمعه بالذات الاولاد. انا داخل في قرب ال 30 سنه انا 28. في ناس برضو كنت انا قدكم في ثانويه عامه كان في ناس برضو اشقيه برضو بتوع لعب وقهوه وخروجات وبتاع وفكك ويقعد يقول لك يا عم صلاح ده دحيح بتاع مذاكره فكك منه خلينا نقعد على القهوه. حلو عارف لغايه دلوقتي احنا عدى اكتر من 12 13 سنه وهم ايه لسه قاعدين على. انا مش عايز اشوف حد فيكم بعد 10 15 سنه اسلم عليه. قال لما اشوفه مثلا انسان نجح مهندس دكتور رئيس مجلس اداره في حته وسافر بره عمل بيزنس نجح مش هسلم عليه؟ قال لي لسه قاعد على القهوه. واجي اسلم اقول له احوالك ايه ودنيتك؟ يقول لي الحمد لله وهو مكسور كده. نفسي يعني اشوف اي حد فيكم بعد 10 15 سنه قال لي نجح في حياته ايا كان ايه نجاحه وبفتخر بيه كده اقول ده كان ابني ده انا عارف بص اللي وصل لبوزيشن معين رئيس مجلس اداره مدير في بنك مهندس دكتور مشهور ايا كان لعيب كوره حرامي اي حاجه افرح بيه. لا دي هزار ها الثالثه الاخيره دي هزار. انا بتكلم في نقطه بالذات الولاد يعني مش هخليش العمر يجري بيك وتحس مره واحده انت كبرت انت مش هتحس بالعمر والله. تخلص ثانويه عامه تخش جامعه ومش عارف تتخرج على يخش جيش وبعد كده يخش بقى في دوامه الحياه وعايز بقى يبدا يلاقي نفسه قرب ال 30 وما عملش حاجه. في ناس هتكسر ال 30 وما عملتش حاجه. فبلاش تعود نفسك من صغرك ان انت بتدور على الراحه والاجازه. مستر اجازه امتى؟ الراحه امتى؟ خلاص امتى؟ لا دور ان انت تتعب ولما تخلص شغلك على اكمل وجه هتيجي الراحه وانت ساتسفايد. هتيجي الراحه وانت حاسس بقدرك وبنتك انا عملت. فارتاح بقى، ارتاح عشان انا عملت، مش ارتاح عشان تعبت. انا مش قادر، انا تعبت. خلي الماده ده في حياتك والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ثلاث مرة. والله هتوصل لمكانه انت ما تتخيلهاش. تمام؟ ليكوا كلكم بالذات الولاد عشان انا عصرت الكلام ده في ناس قدي ولغايه دلوقتي شفتهم لسه قاعدين على ولسه ما بيعملوش حاجه واللي اشتغل فيهم شغال كاشير. ترضى بقى حياتك كلها تشتغل مثلا كاشير في محل ولا بياع في محل ولا اي شغله ولا سواق على تاكسي ولا اوبر وانت داخل في ال 30 ومحدش اي حاجه في حياتك اي حاجه. بلاش بلاش نفسي بعد 10 15 سنه اشوف كل واحد قاعد هنا وصل لحاجه يعني انا افتخر بيها. فلو سمحتوا خلي دايما في حياتك كده. انا كاتب لك على كتاب الجمله دي. انت حد فيكم سالني قبل كده دي معناها ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ. دي ايه في القران. اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكم. يعني انا مش هرتاح الا لما اوصل. خليها هدف في حياتك. مش هرتاح الا لما اوصل مش لما اتعب. مش انا مش قادر فخلاص اريح. لا اريح لما اخلص اللي عليا حتى لو انا بموت. لو هدف ده يعني ده كان قرار في حياتك في اي حاجه هتبقى انجح ناس. بص اللي بعده. The electric current intensity in the coil doesn't reach maximum at the moment of closing due to generation of back-induced EMF that delays the current to reach maximum. يعني ايه الجمله دي؟
بيقول لك اول ما بتقفل الكي الكرنت بيوصلش ماكسيمم في نفس اللحظه من اللي احنا درسناه. اول ما الكرنت يعمل جروينج بيتولد دي ام اف نوعي باكورد، جروينج يعمل باكورد. الباكورد ده فايدته او وظيفته ايه؟ بيأخر الكرنت انه يوصل ماكسيمم، ما هو بيقاوم الكرنت عايز يطلع وهو عمال ايه؟ بيصده. فالنتيجه هيحصل ايه؟ الكرنت هيوصل ماكسيمم بس هيحصل ايه؟ ديلي. ديلي يعني اخر في وقت ايه؟ اطول اطول اطول. طب النص الثاني من الكلام قال لك and doesn't vanish at moment of opening the circuit، ما بيخلصش في اللحظه اللي بفتح فيها المفتاح. ليه؟ نفس الكلام، اول ما بتفتح الكي الكرنت هو بيخلص بيحصل فاريشن وديكي فبيتولد دي ام اف نو فورورد. فورورد يعني ايه؟ بيحاول يقاوم التغير يخليه ما يخلص بسرعه فيعمل ديلي لحاجه اسمها الديكي. كلمه تقيله دي، يعني ايه ديلي الديكي؟ ياخر الكرنت وريتش زيرو، ياخر الكرنت وما يخلص. يعني في الحالتين في مقاومه، هو بيزيد يحاول ايه؟ ياخره ما تزيدش، هو بيخلص يحاول برضه ياخره ما تقلش. فاهمين الجمل دي؟ بص بقى اللي بعده بيقول لك ايه؟ في شابتر 2 كان بيقول لك ان الستريت واير بيعمل حوالينه ايه؟ كونسنتريك سيركل، صح؟ المفروض خدنا الكلام ده. طب بعدين الكويل، او براجع اهو شابتر 2 كان بيعمل حوالينه فلوكس شكله شبه الشورت ايه؟ ماجنت كده. طب السولينويد كان بيبقى لونج ايه؟ باور ماجنت. يعني كده في مشكله في الكلام ده؟ ففي كده جمله نظري او ممكن تجي لك تشوز، بيقول لك ان الكتريك كارنت ان واير جرو فاستر ذان كويل ات مومنت اوف كلوزنج ذا سيركت. في اللحظه اللي بقى في فيها الكي الكارنت بينمو هنا اسرع من دول. ليه؟ لا مش مسافه. ايه قانون فاراداي؟ طب هسهل عليك، بيقول ان دلتا، يعني قانون اصلا الاي ام اف معتمد على مين؟ بص معتمد على مين؟ طب هنا في ان، الان هنا بكام؟ طب هنا في انديوس دي ام اف، قال لك الاي ام اف انديوس دي بكام؟ بزيرو. طب هنا في انديوسد، لان في فاريشن وفي نمبر اوف تيرنز، وحتى منطقيا الفلكس ده هو بيكبر حوالين السلك، صح؟ هل بيقطع في السلك؟ هل بيعمل اي كاتنج؟ ما هو اصل الحكايه قلنا انترسبتنج او كاتنج او لينكينج. هنا بيحصل كاتنج وهنا بيحصل، هنا بيحصل حاجه؟ ايه؟ ايوه جرو فاستر، مفيش اي باك، يعني هنا ما بيتولدش اي باك، لكن هنا وهنا بيتولد ايه؟ باكورد، صح؟ يعني لازم يعمل ديلي. فقال لك ان الكرنت في الواير جرو ايه؟ فاستر زي مين ومين؟ الكويل وايه؟ والسولينويد. مفهوم عليه؟ تاني عشان النمبر اوف تيرنز اصلا بكام؟ بزيرو. فالاي ام اف انديوز هيطلع بكام؟ بزيرو. او لو عايز تفهمها فهم من غير ماس، هنا الفلكس بيكبر اراوند ذا واير حوالينه، ما بيعملش اي كاتنج، لكن هنا بيحصل ايه؟ كاتنج، فبيتولد باك انديوز دي ام اف. ففي جمله كده ممكن تحفظها لو عايز، يعني بيقول لك ايه؟ هتمشي عدل. عدل يعني ايه؟ يا ستريت، ما حدش يقول لي احترق دماغك فيه. انا عارف تطم. هتمشي عدل يعني ستريت. قال لك الفلكس هنسميه بيهك، بيهك ما يجيش عليك. انا عارف. البي يعني بيهك بتاعتك. بيهك ما يجيش عليك. هتمشي عدل، بيهك ما يجيش عليك. هتمشي دائري او لولبي، بيهك هيقطع فيك. هتمشي عدل يعني ايه؟ يا ستريت واير. البي هو الماجنتيك فلكس دينستي، قال لك ما يجيش عليك حوالينك مش هيجي عليك. بعدين قال لك هتمشي دائري سيركلر او لولبي يعني سبايرال، قال لك بيهك هيقطع فيك. تمام؟ اللي عايز يحفظها يعني يكتبها جنب البتاع. بص بقى اللي بعده بيقول لك ايه؟ الستاندرد ريزيستورز اللي هم دول بتبقى دبلي كويلد. يعني ايه دبلي كويلد؟ يعني ملفوف لف ايه؟ مزدوج، صح؟
بيقول لك المقاومات من جوه اللي كان معايا من اول السنه. انا جيت جبت مره بريد بورد كده وجبت دايره كهربائيه ووريتكم شكل المقاومه اصلا بتبقى بالمنظر ده بتاعها كده وتبقى هنا ايه في شويه الوان كده. دي من جوه بتبقى بالمنظر ده دبلي كويلد. ليه بقى؟ تو ايه؟ صح تو افويد سيلف اندكشن. افهم الناس بقى. بص بقى بالراحه لو انت لفيت حاجه لف مزدوج كده الكرنت مثلا دخل من هنا اهو هيلف كده اهو وبعدين يجي هنا ايه؟ يرجع صح؟ هتلاقي في كل ترن كرنت وايه؟ وعكسه. طب ده يؤدي الى ايه؟ لا مش هيكنسلوا بعض. هما مش قدام بعض هما جنب بعض. يعني في كرنت هنا وهيلف كده فكل ترن واللي جنبها في كرنت وايه؟ وعكسه فيعمل كام ماجنتيك فيلد؟ 2 ايكوال وايه؟ اوبوزيت سو كانسل ايتش اذر تاني. يبقى هتقول كل ترن والادجسنت ترن كل ترن والادجسنت ترن في 2 ايكوال كرنت ايكوال الماجنتيود اوبوزيت فيعملوا 2 ماجنتيك فيلد ايكوال الماجنتيود اوبوزيت سو كانسل ايتش اذر. يعني هنا الفاي المحصله هتبقى كام؟ زيرو. فالنتيجه ايه بقى؟ قال لك 2 افويد سيلف اندكشن. اشمعنى يا مستر؟ ما هو السيلف معتمد على ايه؟ مش الدلتا فاي باي دلتا تي؟ طب ما هو مفيش فاي اصلا خلاص بقى بزيرو كنسلوا بعض فمفيش سيلف اندكشن. في مشكله في السؤال ده؟ اي مقاومه من جوه متصنعه كده، اي مقاومه من جوه انت مش شايفها الكلام ده من جوه دي تبقى دبلي كويلد. عشان اللي مش فاهم لغايه دلوقتي يعني ايه دي سي اهو بيقول لك الدي سي كارنت اللي هو ده نو الكتروماجنتيك اندكشن از بروديوسد او جنريتد. ليه؟ وانا قلتها من شويه. ليه مفيش اندكشن؟ عشان الاي ماله؟ كونستنت. الاي ماله؟ كلمه كونستنت يعني الدلتا اي باي دلتا تي بكام؟ بزيرو مفيش تغير مفيش فاريشن اصلا. في مشكله في الكلام ده؟ طب النتيجه دي هتؤدي لايه؟ ان الاي ام اف بكام؟ بزيرو الانديوست. عشان كده بيقول لك دايما الدي سي كارنت ما بيعملش او ما بيولدش الكترو ماجنتيك اندكشن. طب ومستر ما احنا كنا بنعمل ايه؟ ما في بطاريه ولدنا بالتغير. ان انا عمال العب في كي بقفل او افتح والعب في ريستات بقلل او ازود. لكن انت لو ما جيتش جنب اي حاجه الاي ثابت فالدلتا اي بزيرو فالاي ام اف انديوزد بزيرو. في مشكله؟ انت كده خلصت نص المنهج. واحد يقول لي ازاي؟ ده احنا لسه نص شابتر 3. منهجنا مش متوزع توزيع منتظم. يعني انت لحد اللحظه دي كده انت خدت 25 سؤال من 50 بتوع اخر السنه. كده خلصت نص المنهج حرفيا. حرفيا نص شابتر 3 يبقى نص المنهج. احنا ما خلص كهرباء احنا خلصنا ثلثين المنهج. شابتر الليزر حصتين. شابتر 7، شابتر 6 حصتين. شابتر 5 ثلاث حصص. تمام؟ يعني اصلا اخر اربعه شابتر دول هياخدوا بالظبط اربع خمس اسابيع، اربعه شابتر. واربعه شابتر هم الكتريستي هم الثانويه العامه. حرفيا. صفحه 54 هنحل عد 15. هو كان في سؤال صعب واحد في الواجب بس. بس يعني هو كله هنحله ست اسئله سبع اسئله. هو سؤال الواجب الصعب الباقي كله اهبل اصلا. اول سؤال بيقول لك كاركريز ذا كوفيشنت اوف سيلف اندكشن. يعني عايز مين؟ طب ال اصلا بتساوي ايه؟ فانت كل اللي هتعمله هتعوض تعويض مباشر. الاي ام اف بكام؟ والدلتا اي على الدلتا تي بكام؟ فهتطلع كام؟ ده 9 اظن تعويض مباشر. شايف كل اللي قعدنا نحكي فيه والنظري ده المسائل اعبط مما تتخيل. بص اللي بعده. قال لك سلينويد اوف لينس 31.4 وداك تيرنز والاريا عدي بالراحه. كالكوليت الكوفيشنت اوف سيلف اندكشن. فالايه اللي بتساوي ايه؟ حلو الميو بكام؟ والان بكام؟ 1000 والاريا يعني 20 تايمز 10 باور نيجاتيف
هو شاف الحضانه اللي احنا في امها دي. والليل بكام؟ تطلع كام؟ 8. طبعا هنري. اظن تعويض مباشر. في مشكله في الكلام ده؟ حلو. ده اكزامبل 9 واكزامبل 10. ادي سؤالين خلصوا. تعالى اللي بعده. نبدا بقى اسئله بجد. يجيب لك سؤال يربط ما بين الميوتشوال والسيلف. بص بقى بالراحه. تو ادجسنت كويلز A و B. Their number of turns 100 و 200 respectively. If an electric current 2 ampere pass in coil A. أول معلومة مهمة. الدلتا I في مين دلوقتي؟ في إيه؟ حلو. بتساوي كام؟ 2 ampere. خلي بالك المعلومة دي. فراح طلب منك إيه؟ قال لك الفلوكس في A بكذا والفلوكس في B بكذا. كالكريت أول حاجة الكوفيشنت في إيه؟ سيلف ولا ميوتشوال؟ سيلف. فما فيش تايم فهتقول ان فاي ايكوال ال في اي. اشمعنى ال؟ عشان سيلف. هنا التغير في مين؟ ايه التغير في مين؟ كويل ايه؟ كويل مين؟ يبقى سيلف. يبقى هنا ايه برضه؟ ان ايه بكام؟ وفاي ايه بكام؟ بص تعويض مباشر. كام؟ ايكوال ال ما اعرفش والاي بكام؟ يبقى السيلف دايما التغير في نفسه هنا ايه ما كله زيه يطلع ال بكام؟ نيجاتيف هنري. في مشكله؟ تعالى الريكوارد اللي بعده. عايز الكوفيشنت اوف ميوتشوال اندكشن. اللي بص صح مفيش تايم فهتقول ان فاي ايكوال ام في اي. هنا التغير حصل في مين؟ عشان كده قلت لك دي مهمه في الاول تعرف في مين. دي 12 فولت في مين؟ في بي. يبقى لان هتتغير لان بكام؟ والفاي بكام؟ 5. حلو. ايكوال الام ما اعرفش والاي بكام؟ يبقى كل اللي هعمله هدي دي بالايه؟ فتطلع كام؟ نيجاتيف 3 هنري. واخد بالك من حاجه؟ مين اكبر؟ ال صح؟ ده يؤدي ان الفولت اللي جاي من السلف هيبقى اكبر وده منطقي طبعا. ما الفلكس وهو بيكبر هيعمل كاتنج لنفسه وفاريشن اقوى في نفسه قبل ما يروح للتاني. وعبال ما يروح للكوين التاني في جزء هيبقى فيه هدر في الهواء ليكج. فعبال ما يحصل فاريشن في التاني هيكون عدى على الاولاني وخد زمن اطول فالفاريشن هيبقى ايه؟ اقل. فدايما السلف ككوفيشنت اكبر والفولت الناتج عن السلف لازم يبقى اقوى. دي معلومه للفهم يعني عشان تبقى فاهم الارقام. السؤال اللي بعده او ريكوايرد يعني عايز ايه؟ الافرج صح؟ في مين؟ في كويل بي. حلو. يبقى هنا هروح لقانون السيلف ولا ميوتشوال؟ صح. لان الفاريشن في مين؟ في ايه؟ تولد في مين؟ يبقى نيجاتيف ام دلتا اي اوفر. والام احنا جبناه بكام؟ نيجاتيف 3. الدلتا اي المفروض هتبقى 0 وهنا في نيجاتيف ماينس 2 صح؟ على الدلتا تي كام؟ فتطلع 0.7 او 3 فولتج. هل صعب الكلام ده؟ بص بقى شايف القانون ده؟ ممكن اعمله ريشيو شبه شابتر 1. هيبقى ان 1 ده سكوير على طب والاريا فوق يبقى اريا 1 اوفر تايمز اللينس العكس على. حلو. تعال نعوض. ال ان بكام قدامك؟ ده اكزامبل كام؟ اكزامبل 12. هتبقى كام دي؟ 5 صح؟ وال ان 2. طب والاريا؟ معيش اريا معايا راديوس. طب ما الاريا هي ار سكوير لان الباي كده كده هتروح مع مين؟ حلو. يعني دي رحمه دي ار الاولى 4 سكوير. واحد يقول لي مستر الكونفرجن بلاش لازمه عشان دي ريش. طب وار الثانية؟ اهو تايمز اللينس الثاني والاولاني. طب انا ليه عاكسهم؟ عشان انفرس. اي حاجة فوق دايركت واي حاجة تحت تعويض مباشر. بقى تطلع كام؟
ده حل السؤال. في مشكلة؟ هل أسئلة صعبة؟ تعال لبعض آخر تلات أسئلة. In the opposite figure تطبيق على السلف. شايف الأول الكور ده أنا شديته كده الميو مالها؟ يعني السؤال اللي بعده لما بيبقى عندك ايرن كور وتعمل بول اواي فالميو هتقل والفاي فيتولد دي ام اف نوع ايه؟ فورورد يعني زي الاصلي. يعني مثلا كان هنا عندك كويل كده اهو والكرنت ماشي كده ده الاصلي فيتولد واحد في نفس اتجاهه ده يزوده ولا يقلله؟ يزوده. فهو سالك على ريدنج اوف اميتر يحصل له ايه؟ هتزيد لحظيا يعني الاي انكريز مومنترلي او انستنتينيوسلي لحظيا يعني زود كلمه مومنترلي زين ريتيرن باك. طب ليه بيرجع؟ عشان التغير ده لحظي. ما انت خلاص شلت الايرن كور كل حاجه رجعت ستيبل انت في اللحظه بس اللي بتشيل بيحصل تغير فتلاقينا والبوينتر عند فاليو تزيد شويه وبعدين ترجع تمام. قايل لك تو سولينويد سيم لينس وسيم ريديوس وسيم بريميابيليتي. بص لو جينا كتبنا القانون ال ال ايكوال ميو ان سكوير ايه على ال صح؟ سيم ميو يعني دي راحت سيم ريديوس طب سيم لينس يبقى مين؟ وال ال دايركت مع مين؟ طب لو قلت ال 1 على ال 2 تبقى على في مشكله. تعال نعوض بقى. راح قال لك ايه ان النمبر اوف تيرنز ان فيرست سولينويد از دبل نمبر اوف تيرنز ان سكند. يعني نمبر اوف تيرنز في الفيرست دبل نمبر اوف تيرنز في ايه؟ عوض ال1 اوفر ايكوال اشيل دي احط ايه؟ بس قول ايه على فتطلع كام 4 ان 2 سكوير اوفر فدي تروح مع دي صح؟ تطلع كام؟ 4. في مشكلة؟ زي اندكشن كويل والسيلف اندكشن كوفيشنت كام؟ 0.25 والفولت بكام؟ ده تعويض مباشر اهبل. عايز ايه؟ عايز الدلتا اي اوفر. طب بتساوي ايه؟ ايه مف على ايه؟ يعني كام على كام؟ تطلع امبير بير سكند. صعب الكلام ده؟